نجدد التحية، وهذا فيديو جديد من حدث اليوم 25 نوفمبر 2021. هذا هو شارع الجمهورية بالمنصورة، وهذه العقارات التاريخية التي تشهد على تاريخ المنصورة الممتد لأكثر من 803 عام. وهذا كورنيش نهر النيل بالمنصورة، ونوصف روعة جمال شارع الجمهورية بالأشجار المصرية العتيقة. هذه هي الأشجار المصرية العتيقة، وهذه العقارات التي تشهد على تاريخ المنصورة الممتد. ونحن نتحدث عن تاريخ المنصورة، هذا المبنى من عام 1932 افتتحوه في فؤادي الأول في شهر ديسمبر 1932 نادي موظفي الحكومة بالمنصورة، وضع حجر الأساس لدار هذا النادي رئيسة حضرة صاحب السعادة هارون سليم أبو سحلي باشا مدير الدقهلية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول في ديسمبر 1932 الموافق شهر شعبان 1351. وبعد التحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، موتيل محافظة الدقهلية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفضل محافظ الدقهلية بافتتاح موتيل محافظة الدقهلية تنفيذ وزارة الإنتاج الحربي تحت إشراف مديرية الإسكان، وذلك يوم 3/11/2021. يبقى هذا هو الماضي العريق، وهذا هو وكما وثقنا التاريخ الحاضر المشرف. شكرا. ما زلنا نوثق هذه الروعة وهذا الجمال وشارع الجمهورية. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.